السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز مصرية. برنامجنا بيهتم بمجالات كثيرة، نذكر منها الزراعة والصناعة والتعليم والرياضة والفن. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن المواهب، مواهب الشابة. معايا ومع حضراتكم النهاردة موهبة من بلدنا، الشاب إسلام علي. أهلا وسهلا بك يا إسلام. إسلام شاعر، هيسمعنا النهاردة موهبته وهيشرح لنا إزاي بدأ بيها وحبها. وخلاص اتكلمنا عنك يا إسلام، وأهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة دينا. أنا سعيد أن أنا مع حضرتك النهاردة. هو بالنسبة أن أنا يعني حبيت وفي نفس الوقت أن أنا أخش في المجال ده، لأن في حاجة طبيعية من داخلي أن أنا موهبة. فالحمد لله طبعا البركه في والدتي ان هي اللي سندتنا على كده ووصلتني لكده، وبرضو اهلي وجيراني دايما محتضنين ببعض فبيسمعوني بالكتير خالص، فهم اللي شجعوني ان انا اظهر هنا. فبصراحه والدتي هي اهم حاجه عندي وهي اللي وصلتني كده. تقصد اول من سمعك وشجعك والدتي؟ هي طبعا ست الوالده. والدتي طبعا هي اكتر حد شجعني وهي اللي سمعتني. طيب ايه الحاجة اللي سمعتها لوالدتك شجعتك قوي كده؟ وقبل ما نتكلم طبعا عنها، عايزين نسمع منك حاجة لمصر. اكيد طبعا بتكتب طبعاً اشعار جميلة. طبعاً. طب قبل ما نسمع حاجة لمصر، ايه اللي انت اصلا بتقدمه؟ يعني ايه الشعر اللي حبك قوي اللي انت عايز يعني منطوي ليه قوي؟ انا بالنسبة للتقديم فانا عادي، في الرومانسي رومانسي، وفي الحزينة حزيني، في الشعب برضو شعب كويس، لكن هو انتمائي للشعر اللي هو الحزيني أو بالأخص الوطني، لأن أنا في الوطني كويس جدا. تنطول بلدك قوي يعني. طبعا. خلاص سمعنا حاجة للوطن. مصر يا أجمل معنى، ياللي فيك شيء جميل بيجمعنا، ده احنا لما يكون فينا حد موجوع نيلك الجميل اللي بيسمع موجع نيلك الجميل اللي بيسمع وجعنا. ياما في كتير متغربين لكن بيرميهم الحنين ونفسهم لمصر يكونوا راجعين. الى كل جند واقف على الحدود وكل حلمه ان يجيب حق اخوه، وكل حلمه ان يجيب حق اخوه، لكن واقف على دعوة أمه وأبوه اللي دايما بيشجعوه، لكن واقف دايما على دعوة أمه وأبوه اللي دايما بيشجعوه، لكن قلب أمه دايما كان عليه حزين تقول له يا ولدي مين هيبقى سندنا بعدك مين، لكن هو كان يقول يما أنا وإخواتي مش خايفين، على بلدنا هنفضل محافظين ومش هنعمل زي ناس خاينين، زي ضابط خان بلده وانضم للإرهابيين. مين؟ مصر يا أرض الجمال، شفت فيك الأمان. إلى جيش مصر العظيم اللي حمينا من سنين، وأكيد طبعاً إحنا مش ناكرين. مصر يا أجمل معنى، ياللي فيك شيء جميل بيجمعنا. بجد قصيدة جميلة جدا، ومصر هي أم الدنيا، هي اللي بتلم الحبايب، هي اللي بتجمعنا فعلا في كل حاجة. طيب قولي بقى، القصيدة دي كتبتها إمتى وحسيت بإيه؟ هل بالظروف اللي احنا بنمر بيها؟ آه طبعا. طيب قولي إيه اللي خلاك تكتب القصيدة دي وكتبتها إمتى أصلا؟ القصيدة دي أنا كتبتها يعني كان في ظل إن الدولة أساسا كان نفسها والناس كان في حب للناس وللبلد، يعني الناس كانت دايما حاسس ان الناس فيها حاجة، يعني زي مثلا ان هم فرحانين ومبسوطين ومنتمين لبلدهم. فانا طبعا مع حكم مهنتي انا من باد نحارة، فطبعا انا طبعا ما بظهرش قدام الناس ان انا شاعر والكلام ده، فبختلط بالناس، فابتديت ان انا اخد منهم واتكلم عنهم. وطبعا المصريين ناس جامدين جدا ومؤمنين ببلدهم ومستحيل حد يهزهم، فده اللي خلاني اتكلم عن المصريين.
يعني تقصد من كلامك، حلو قوي النقطة أنا لاحظتها في كلامك، إنك أصلا عندك مهنة بتمارسها. طبعا شغال فيها. أنا مبيد محارة. مبيد محارة إن شاء الله. بس أنت بتحب الشعر وبتكتبه وبتقوله. طبعا طبعا. ما هو أنا مش الحمد لله مهتم بالحالتين، إن أنا أشتغل عشان أكل نفسي، لكن مش هقعد وأستنظر إن المجال اللي أنا لسه ما ظهرتش فيه هيأكل. فأنا بنتمي للحاجتين، بشتغل واخر النهار بقعد مع نفسي مثلا ساعه اتنين في مكان لوحدي، ابتدي ان انا اكتب والف، وده ايه في خلال الوقت اللي قبل ما انام فيه لما اكون مثلا متغرب. تمام. ففي خلال الوقت اللي قبل ما انام فيه ساعتين ثلاثه دول بستخدمهم بدل الراحه، بستخدمهم ان انا الف فيهم واشتغل عليهم. ده حاجه كويسه جدا من شاب مصري انه طموح، مش واقف عند مجال واحد. لا طبعا. طب برافو عليك. طيب انت بتطلع حفلات، بتطلع افراح بقى بما انك من الوسط الشعبي او الشرقي عندنا؟ بالنسبه طبعا هو كان فرح صغير كده يعني. قدمت فيه موهبتك؟ قدمت فيه موهبتي. الناس سمعتك؟ طبعا والحمد لله. انا كنت فخور بنفسي وفخور باهلي اللي هم حواليا وقفوا جنبي وبرضو شجعوني. هو يمكن اول ما كنت ظهرت قصادهم فهم مش طبعا ما يعرفوش ان انا ليا في المجال ده او الكلام ده، فبصوا انت طالع تعمل ايه؟ فاجئتهم باشعارك يعني. فقلت لهم يا جماعه ممكن بس تسمعوني ده لو تكرمت. فالمهم العريس يعني له عشم بزياده وانا ليه عشم عليه، فاتفضل يا عم اسلام سمعنا. فالمهم الناس كلها سقفت وبتاع وانبهرت، وايه ده؟ انت ايه يا عم؟ حرام وقدم وبتاع. فالمهم انا برضو ما اديتش اهتمام، بس كنت في نفس الوقت محتاج للشغل، فما كنتش برضو مهتم او حابب ان انا اظهر نفسي غير لما اكون عندي ثقه في نفسي. تمام يا اسلام. عندك ايه تاني مجهزه لنا؟ في طبعا قصيده جميله جدا باب جراح. خلاص طب ما حل. باب جراح. بعد ايه؟ بعد ايه عمر راح؟ كنتوا فين؟ كنتوا فين لما كنتوا فاكرين ان انا؟ كنتوا شايفيني ضعيف بس انا كنت حد قوي، وانتوا اضعفتوني وبكلامكم كسرتوني، بس اصريت وما ضعفتش ولا هبت، عفرت في الدنيا ومشيت وسافرت من بلد لبلد ومكان لمكان، ما هبتش اي مكان وصاحبت فيه تراب الارض، لكن كانوا بيقولوا عني في مكانهم اني جبان. لا مش جبان، مين قال اني جبان؟ انا انسان وفي دم الحريه، مش تطلعوني كده ماليش ديه. انتوا ايه ولا انتوا مين عشان تيجوا علي؟ ده رب الكون اللي خالقنا، تيجوا انتوا في ثانيه تزلوا فيا؟ انا مسامح مش هتكلم، بس هيجي يوم وربي يرجع حق، عمري ما هستعفى ولا هكون عليكم اعفى. انتوا مين؟ مش فارقين لي، انا الحمد لله بشق طريقي وبمشي ولا حقف، وان كنتوا فاكرين اني حقف فانا مش حقف، انا في كل مكان هكون شغال، وباسمي وبصوتي وبشخصيتي عمري ما هي بمكان. يلي فرحانين فيا انا لسه واقف على رجليا، ولو انتوا شايفين ان انا ضعفت فانا ما ضعفتش، انا رجلتي انطبعت فيا. يا غباوه يا غباوه يلي عايشينها باسوا وعداوه، وقالت تشوفوني تضحكوا في وش يا حلاوه كده، انا اقتنعت وصدقت. طب انتوا فين؟ كنت فاكركم عليا خايفين لما كنت بتعب تكونوا تجروا، ده انتوا كنتوا بتسيبوني مرمي على السرير. دلوقتي لما بقيت ورجلي شالتني بقيتوا تستحبوا فيا وتقولوا تعالى ده انت شاب امير ومننا وعلينا ولازم تكون فينا. طب ما انتوا سبتوني من زمان، دلوقتي بيجي ليا في مكان. سبتوني من زمان دلوقتي بيجي ليا في وسطكم مكان. الله يرحم ايام زمان لما كنتم بتتبروا مني، دلوقتي جايين عايزيني. طب ما تسيبوني.
حابب أقدم حاجة بسيطة بس. أنا الكلمات دي من جوه قلبي بصراحة وحاببها. لا، كلمات جميلة ومؤثرة، وأكيد لها قصة يا إسلام. طبعا لها قصة، ووصلت طبعًا دلوقتي طبعًا للشخص اللي أنت عايز توصل له الرسالة دي إن شاء الله. إحنا معانا بقى بن المستشار، معانا النهاردة تقرير عن بن المستشار. بن جميل جدا وفي جوائز حلوة قوي. هنزل الرقم على أسفل الشاشة للتواصل. وإلى هنا نكون خلصت حلقتنا، انتظرونا في نفس الميعاد وإلى اللقاء. ونسيب حضراتكم مع إعلان بن المستشار. إلى اللقاء. نكهات كمان شم بن إيه؟ بن مش كوكايين شم ايه؟ انت عايزاه بنكهة ايه؟ كوكايين. مساء الخير. مساء النور. بتحب البن؟ عندك خبرة في البن ولا يعني؟ يعني. طيب اول بلد ظهر فيها البن؟ اي اجابة؟ برازيل؟ لا. طب اول بلد اول بلد اكتر بلد انتاجا للبن؟ هتكسبي بس ما تغشيش بجد. والله هتكسبي. مش عارف. طيب ايه الحاجه اللي كل ما بتطير بتختفي؟ بتختفي؟ دخان. عاش جدا، مبروك يا سيدي، معانا كيس البن. اول مره اكسب في حياتي. بقى مع بن المستشار انت كده كده هتشربي بن ببلاش، فنستنى تجربي بقى وتقولي لنا رايك. وريني يا شم كده. والله في بن. في بن وفي جميع النكهات كمان. شمي بن. بن مش كوكايين شمي ايه؟ انت عايزاه بنكهة ايه؟ كوكايين. مساء النور. حضرتك بتحب البن وكده ولا ايه؟ طبعا ده اساسي. كده كسبنا حد هيقول رايه في البن بتاعنا. طيب فكره البرنامج ان ده البرنامج المتقدم من مصنع بن المستشار. البرنامج ده بننزل نسال العملاء سؤال وهم بيجاوبوا، اللي بيكسب بياخد كيس بن. فالسؤال بيقول اكتر بلد في عدد السكان. لا انت بتهزر. والله سهل جدا، محدش هيعرف. يعني كلامك يدل ان انت هتسالني عن البن مش عدد السكان. طيب اول بلد انتاجا للبن؟ البرازيل. عايش جدا. طب في حد هديلي كيس بن دلوقتي عالم، بس هو في حد ما مصداقيه ونقول للناس فين كيس البن. طيب هو يعني ما فيش حد في العالم ما يعرفش هندي. طيب مين الدولة اللي جايبه لنا المصايب الفترة الأخيرة؟ الصين. طب ما هي أكتر دولة في عدد السكان الصين. تمام، يبقى الصين والبرازيل كده. تمام كده هو كيس بن. نورتينا وهنستنى رأي حضرتك في البن بتاعنا، وإن شاء الله تشاركي معانا في السحب الكبير اللي هو هيكون على جائزة قيمة. نورتينا جدا. شكرا. مساء الخير. مساء النور. كنا عايزين نسألك سؤال في الرياضة وكده، بما انك يعني بسم الله ما شاء الله عندك أكاديمية جمباز وان شاء الله تكون فتحة خير عليكم. فكنت عايز اسأل سؤال، عندك معلومات في كرة القدم؟ شوية. يعني هتجاوب ولا ايه؟ اسأل شوية. انت في اي وقت فاز النادي الاهلي بالمركز الثالث في كاس العالم للاندية؟ 2000 وكام؟ ده مش فاكر. هي دي المعلومة. لا دي المعلومة اللي مش عارفها. طيب قول لنا نكتة بايخة جدا، ما تخلينيش انا كمان اضحك ولا تخلي حد يضحك. نكتة بايخة جدا. مرة اتنين دخلوا صالة الجمباز ما طلع لهمش صوت. عجبتني عجبتني، كنت اتمنى والله ان انت تفوز معانا بس. مساء الخير يا فندم. مساء النور.
بما اننا في ملعب كرة قدم ففي جايزة متقدمة من مصنع المستشار للبن، فالمصنع ده قرر ان هو ينزل يقابل العملاء وبنسأل سؤال، لو حضرتك جاوبت هيكون ليك كيس بن هدية. اتفقنا؟ طيب في معلومات عن كرة القدم، حضرتك مدرب يعني؟ لا مش مدرب. امال؟ انا مدير الاداري بتاع الفرع. انا سامع بحضرتك. طيب السؤال، كم مرة فازت مصر بكأس الأمم الأفريقية؟ 7. طيب عارف امتى وامتى وامتى؟ لا تواريخ ممكن ما تذكرش تواريخ، يعني التواريخ دي ممكن تكون تفوت تاريخ تنقص تاريخ كده، فلكن انا عارفهم اللي هم 7 مرات. طب كان في 3 مرات ورا بعض نقدر نعرفهم؟ 2006 و2008 و2010. حلو جدا جدا، مبروك حضرتك كسبت معانا كيس، هتاخد الكيس دلوقتي حالا والله، الاعداد بيجيب لحضرتك الكيس، نورتنا ونستنى رأي حضرتك في البند بتاعنا ان شاء الله. شكرا لحضرتك. مساء الخير. مساء النور. سؤال حلقه النهارده من بن المستشار، ايه اول بلد انتاجا للبن؟ البرازيل طبعا. طيب عارفه اول بلد اختراع للبن او البلد اللي ظهر فيها البن اول مره؟ البرازيل. لا هي مش البرازيل، بس انت جاوبت الاجابه الاولى فليكي جايزه كيس بن. هو ان شاء الله هتقولي رايك في البن وان شاء الله هتشاركي في السحب اللي هو هيكون على جائزه قيمه ان شاء الله، نتمنى ان البن يعجب. اول بلد انتاجا للبن، اول بلد اكتشف فيها البن؟ البرازيل. لا هي مش البرازيل. طيب اول بلد، اكبر بلد انتاجا للبن وتصدير؟ طيب ايه الحاجه كل ما بتطير بتختفي؟ انت لازم هتكذبي معانا. طيب كائن حي رجليه في الارض وراسه فوق النجوم؟ رجليه في الارض راسه فوق النجوم. واحد انا مش مركزه اصلا معاه. طيب عاصمه مصر حاليا؟ عاصمه مصر حاليا اسكندريه. القاهره حاليا القاهره. خلاص تمام، مبروك كسبت معانا كيس البن، ما انت لازم تكسبه، نورتينا جدا. انا هستنى راي حضرتك في البن بتاعك. الاجابات اول بلد ظهر فيها البن اثيوبيا، اول بلد انتاجا للبن حاليا البرازيل، الشخص اللي رجليه في الارض راسه فوق النجوم الظابط. ليه الظابط؟ الظابط. دي مسابقه متقدمه من بن المستشار، شايفكم بسم الله ما شاء الله طالعين من تمرين، فنسالكم سؤال بقى خاص بالكوره. تمام. كم مره فازت مصر بكاس الامم الافريقيه؟ 7 مرات. عايش جدا، نورتونا ومبروك كسبتوا كيس بن المستشار، هنستنى رايكم في البن. مساء الخير يا حاج. مساء الخير يا باشا. دي مسابقه عاملها مصنع بن المستشار، هنسال حضرتك سؤال، لو كسبت هيكون ليك كيس بن مجاني. خير ان شاء الله. اول بلد او اكبر بلد انتاجا للبن؟ البرازيل. عايش. هات كيس بن لو سمحت. الاعداد بس يجيب كيس بن. مبروك كسبت معانا كيس بن. نورتنا جدا. شكرا يا حبيبي. دي مسابقه متقدمه من مصنع بن المستشار، هنسال حضرتك سؤال ولو حضرتك جاوبتي هيكون ليكي كيس بن مجانا. بتحب البن؟ جدا. يعني اكيد في معلومات من ناحيه البن. اول بلد ظهر فيها البن؟ اي ثينك البرازيل. لا اول بلد ظهر فيها البن مش اكتر بلد انتاجا للبن. ورينا حب البن. امريكا الجنوبيه مثلا بقى. ايه؟ امريكا الجنوبيه مثلا. خلاص فكر شويه. طيب اكتر بلد دوله من عدد السكان؟ قلت انتاجا للبن فانت افتكر يعني اعتبر نفسك انك قلت لي. لا طيب اكتر بلد ظهر فيها عدد السكان، يعني اكتر بلد عدد من ناحيه عدد السكان. الصين. عايش جدا، ده هديه بن المستشار، هنستنى راي حضرتك. شكرا لحضرتك. مساء الخير. مساء. دي مسابقه متقدمه من مصنع بن المستشار، هنسال حضرتك سؤال لو جاوبتي هيكون ليكي كيس بن مجانا. فانا اي اول بلد ظهر فيها البن؟ البرازيل. لا اول بلد ظهر فيها البن. لا استنى، كولومبيا. فكروا شويه. مش عارفين بقى، شويه صغيرين اختيارات وانا اختار. طيب اليمن. البرازيل. اثيوبيا. اثيوبيا. علشان انتوا اخترتوا الاختيارين فقلت تمام. نورتونا، مبروك كسبتوا بن المستشار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما بن المستشار وعدكم واحنا وعدناكم في البرنامج بتاعنا ان احنا هندلع العملاء بتوعنا، جايين نثبت كلامنا وهنعرض اول جايزة بيقدمها بن المستشار. زي ما نزلنا للشارع وشربنا مصر كلها بن ببلاش
وعملنا برنامج بن المستشار، كمان برنامج بن المستشار بيعرض لكم اول هديه. طب الهديه عباره عن ايه؟ عباره عن ان احنا هندي لك كيس بن ببلاش وكمان مكنه قهوه ببلاش، يعني كل اللي عليك ان انت تملى التانك بالميه. طيب فكره المكنه دي ايه؟ ان انت هتحط الميه في التانك وتحط بن المستشار هنا، بن المستشار هنا، ويا دوبك تظبط التايمر بتاعك وتدوس. اول ما تتعمل القهوه هتديك جرس وتيجي تاخد القهوه بتاعتك وانت نايم ومرتاح. شفتش دلع اكتر من كده؟ يعني بن المستشار بيضحي وبيدلع العملاء بتوعه. دي اول جايزه بيقدمها بن المستشار، غير السحب الكبير جدا المفاجاه عليه هتكون مذهله. طيب علشان تشارك في السحب ده هتعمل ايه؟ كل اللي عليك ترفع سماعه التليفون وتتصل بينا وتطلب ربع كيلو بن. ربع كيلو البن انت مش هتدفع غير حسابه هو، وهتشارك في السحب بتاعنا، يعني كده كده مش خسران اي حاجه. طيب ايه المفاجاه كمان الكبيره؟ ان انت تجهز نفسك وانت ماشي في الشارع، ممكن ننزل لك كده تلاقينا قدامك نسالك سؤال وتاخد كيس بن وتشارك في السحب. يعني في كل الحالات بن المستشار ناوي يدلعك. طب في دلع ايه تاني؟ الدلع التاني بقى والحاجه الحلوه جدا اللي عملها بن المستشار، قرر ان في الفتره دي اي حد هيشتري كيلو بن هيكون عليه ربع كيلو نكهات مجانا، نكهات بالشوكولاته، قهوه فرنساوي، بالبندق، اي نكهه انت عايزها فوق كيس فوق كيلو البن مجانا. يعني دلع ما بعده دلع. طب خد الدلع التاني علشان ما يبقاش حرم منكم من حاجه وانت قاعد في البيت، هترفع التليفون هيجي لك خدمه التوصيل لحد عندك مجانا. شفت ده؟